السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله دكتور. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك للا. بارك الله عليك وشكرا لك بزاف دكتور، وفرحانة ملي شد لي الخط معك دكتور شحال هذا وأنا كنتصل، وفرحانة بك وتنشكرك على هذا البرنامج بزاف بزاف دكتور. الله يعلي مقامك لصالحة أصلحك الله للا. بغيتك تدعي معايا، أنا مجوزة ومطلقة وبغيتك تدعي معايا ودير خياطة محل ديال الخياطة، دعي معايا بالرزق يا رب، ودعي معايا لشي ولد الناس يا رب. واحد يا رب. واحد الدرية بنت خويا متطلقة، دعي معايا بشي ولد الناس، ولا داك السيد اللي عطاك النمرة البارح إلا كان ممكن ها الرقم ديالي. أيه والله يجيب لي هو عندي الرقم ديالو. نعم هي هاد السيتا ومسكين طلق وبغي يعاود يتزوج مره ثانيه. هي بنتي راه صالحه. مرحبا مرحبا، وبغيتك تدعي لي مع الوالده ديالي مسكينه جحافه، ومع واحد خوتي مساكن مخاسمين مع بعضياتهم، بغيت ربي يحضر اللطف بعضياتهم ويكون لهم الرحمه ولا واحد الحنان مع بعضياتهم. يا رحمن يا رحيم يا رب. ودعي يا معايا دكتور، الله يخليك والله يسهل عليك والله يطول عمرك ويخليك لينا. اللهم امين. هذا الصح معايا بزاف، هي مجوزه مطلقه وعندي محل الخياطه، وبعد مره تتعكس لي فيه الوقت دكتور. الله يسخلك يا ربي يكرمنا لصالحه يا ربي. انا غناخذ الرقم ديالك لصالحه لو سمحتي ياك، باش هذاك السيد اللي كان البارح تو مطلق وتو خياط ويبدو بان نفسه حاره وبغى بنت الناس اللي تكون حتى هي تليق بالنفس ديالو وتخدم معاه بالمعقول، ورحم الله من لقى جوج الناس في الحلال. بنتي الصالحه انا غناخذ الرقم ديالك نسجلو اخي سامي اذا كان ممكن تسجلي الرقم. الصالحه صالحه باقا معنا ياك؟ رقمك في الاخر 19. نعاود نسجلو امي مدغيا قبل ما يتقطع. صافي تسجل. شكرا صالحة، ان شاء الله بعد البرنامج غنتصل بك ونعطيك الرقم ديال الاخ مصطفى اللي كان البارح حتى هو الطلاق وبغى يعاود حياه جديده، وانه توخيط وانت خياطه، جميل ديروا مقاوله مشتركه وتبداو من جديد. كونك انت مطلقه اكيد ان التجربه اللي عشتيها غتستافدي من الاخطاء ديالها، وحتى هو كونه مطلق غادي يستافد من الاخطاء ديالو. مجموعه ديال المطلقين وحضرت العدد منهم، الراجل مطلق والمرأة مطلقة، وحياتهم الأولى كانت فاشلة، ملي عاودوا التجربة الثانية كانوا أكثر نجاح، بل منهم من كان متألقا، لأنه في الفصل الأول من حياته، حنا ما نسموهاش بأن هذه خسارة كبرى، الحياة فيها فصول، بحال شي مسرحية عندها الفصل الأول رفع الستار المشهد الأول، ثم كالقول الأحداث تدور، ثم يزدل الستار على هذا الفصل، ثم كيبدأ مسلسل آخر، هكذا كيوقع للناس، من غضبوا من حزنوا ذلك قدر الله. لطلقوا الناس نعودوا الحياة من جديد. ويا ما رأيت أناس مطلقين وعودوا التجربة ديال الزواج وكانوا ناجحين جدا، وبل منهم من كان متألقا جدا، لأن الخبرة اللي استفدها من التجربة الأولى خلته أنه لا يعيد نفس الأخطاء، وخلته أنه يقلب على العيش المشترك، وأنه كي خصوصا من اللي كيدخلوا واحد المجموعة ديال أهل الخير وسط منهم كيخيطوا بخيط أبيض وكيزين الرجل يزين للمرأة، راه القضية كلها غير بالتزيين، راه كاين واحد تجيه مرأة مزيانة ولكن يسمع الآخرين كيعيبوك يقول ناقص كيرجع، ولكن واحد اخر كيقول كلام جميل فيها وكيحسن السمعه ديالها راه كتبان لي بحال الدرهم ديال البلار، وكيقضي الله الغرض. بنتي الصالحه الله يكمل لك الرجاء والله يساعدكم في القريب العاجل، وان شاء الله نتمنى نسمع اخبار الخير بينك وانت السي مصطفى اللي هو ايضا بغى يكمل دينه، واسال الله تعالى ان يديم المحبه والموده بينك وما بين الاخوه ديالكم ويعطيهم الحنان. لالا الصالحة هاد الذكرى ديال المولد النبوي الشريف ملي دوزناها
راه فيها خير عظيم. كان المفروض ان تكون صله الرحيم، تجمع على الموائد ديال الطعام، التجمع على ذكر الله. وهنا الحمد لله شحال ديال العائلات كانوا مخاصمين في هذه الذكرى ديال المولد النبوي الشريف، كانت مناسبه للتجمع ديال العائلات والاطفال الصغار والاحباب، ورجعت المياه الى مجاريها. اسال الله الواحد الاحد ان يسعدكم وان يجعل حياتكم طيبه مباركه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.